اهلا بيكم معنا من الفاصل، ودلوقتي هنتكلم في موضوع مهم جدا الحقيقه، وهو تربيه البنات وخصوصا في سن المراهقه. ازاي نعرف ان احنا امهات بنتعامل صح مع اولادنا؟ ازاي نعرف نربيهم صح بالذات في السن دوت وخصوصا البنات؟ معانا النهارده الدكتوره ايمان الرئيس، مستشار اسري وتربوي وتعليمي. اهلا بيكي، منوراني. يا سيدي ازيك، عامله ايه؟ الحمد لله. قولي لنا بقى، ازاي الواحده تعرف انها ام صح وبتربي صح، او العكس انها ام مثلا مش عارفه؟ خلينا نتكلم اساس المجتمع دلوقتي الام. طبعا كان في جدال قبل ما ادخل، قالوا لا الاب برضو عليه عامل اساسي. طب ما هو الاب ربته ام، عشان كده الجيل اللي طالع ده جيل مظلوم جدا من البنات. معظمهم 70% منهم ما بيلاقيش الاحتواء، ما بيلاقيش الاحترام، ما بيلاقيش التقدير. فتبتدي البنت في سن بدري جدا جدا ترتبط، بتفتقد الحب والاهتمام والرعايه والحنان. انا عندي فبتدور عليه مع حبيبها في الارتباط بالظبط. والام البديله، فكره الام البديله اللي بقت منتشره دلوقتي. يعني ايه ام بديله؟ تبقى مامتها عايشه معايا في نفس البيت، بس بتروح تتكلم مع مدرسه، تروح تتكلم مع صاحبتها اللي اكبر منها، مع جارتها، وتبقى امها قاعده معاها ما تعرفش عنها اي حاجه خالص. ودي من القصور الخطيره اللي كل ام بتعملها وبتقول عادي، يعني ايه المشكله؟ عندي انواع من الامهات كارثي: الام المتسلطه، الام العناديه، الام النرجسيه اللي هي دايما حاسه ان انا ماشيه على طول الخط، ان انا صح، انا ما بغلطش، وعندها مبدا بقى فرق تسد. واضح ان انت النهارده عايزه تركزي على الام بقى. ما هو بصي بقى، اصل انا جايه النهارده يا سيلي اتكلم بلسان البنات، ودي يمكن ما حصلتش في اي برنامج خالص، لان البنات كتير جدا كلموني في المراحل الصغيره، اذا كان في شغلي او في العياده، كلهم قالوا اتكلمي بلساننا، عايزين امهاتنا تسمع الكلام ده دلوقتي ويسمعوا قد ايه هم مقصرين من ناحيتنا في التربيه. اوعي تفتكري ان انت لما تلبسي بنتك احسن حاجه توديها مدرسه وده التربيه، ان هي تحصل على شهاده التربيه، التربيه انك تحتويها بجد، ان حتى لو جت عملت حاجه غلط تجري عليك انت اول واحده. لما تكون بنتك بتخاف منك يبقى انت ام فاشله، لما تكون بنتك بتنام معيطه بالليل وانت ما تعرفيش ايه السبب يبقى انت ام فاشله، اما توقعي بين الاخوات وبعض يبقى انت ام فاشله، اما بنتك تلجا لاي حد خارج البيت وتسمعي انت يعني كأم من التربية من تجارب اللي حواليك يبقى انت أم فاشلة. أما تخلي بنتك عندها اكتئاب وانحدار سلوكي وأخلاقي يبقى انت أم فاشلة. الأم الفاشلة على فكرة احنا بنعاني منها في المجتمع دلوقتي، لأن البنات اللي طالعين هتلاقي سلوكاتهم غريبة جدا. هتلاقي البنات من طب انت عايزة تسميها أم فاشلة ولا أم مش عارفة؟ لا، أم فاشلة. هقول لك ليه يا سيدي. الأم انت دلوقتي عندك سوشيال ميديا صح؟ اللي بيخليكي تقعدي تتكلم بالساعات، تتكلمي في كلام فاضي، او تقعدي على النت على التيك توك والسوشيال ميديا. خش اقري في التربيه، خش شوفي بنتي اللي قاعده، او بنتي دي، او بنتي دي، او بنتي دي قاعدين زعلانين ليه، اتواصلي معاهم. انت قصدك السوشيال ميديا واخداهم اكتر؟ الامهات قاعدين على السوشيال ميديا على تيك توك طبعًا. انا ليه ابقى قاعده في بيت واحد وبنتي قاعده في اوضه ممكن بال 12 ساعه انا ما اعرفش عنها حاجه؟ ما تعرفيش عنها حاجه، يبقى انت امي لا تصلحي. اما يجي لي دلوقتي ام بنات صغيره، هما اللي بيتعالجوا يا سيدي، بيجوا لي من اخر الدنيا، بيجي لي من اسوان، بيجي تقولي انا بكره امي، ويجي بعد كده الامهات تقول لك يعني إيه بقى؟ حتى في انا قلت مثلا اللي في القاهره اكتر بيبقوا منشغلين بالسوشيال ميديا خالص. حتى في اسوان ممكن؟ في اسوان انا جالي من اسوان وجالي من الامارات بيقول لك انا بكره امي، امي سبب عقدتي. ليه الام ممكن تكون بتعمل كده تفتكر؟ اوقات الامهات بتبقى واخده سبب تعاستها في جوازها تحط انتقاما في بناتها. واوقات الام بتبقى غيرانه على فكره، ما بتبقاش حابه علاقه الولاء الام البنات بالاب كويسه، فتقول ليه تبقى كويسه. واوقات تبقى غيرانه فرق تسد، يعني انا بقى يعني لازم افرق بين الاخوات عشان اكون انا دايما صاحبه الراي صاحبه المبدا. ويا سلام لو في ولد في البيت يبقى حظهم سيء، لان هي اكيد هتخلي الولد ده مميز عنهم في كل حاجه. اي ام يا سيدي تيجي تقول لي والله اصل انا ابني عاق، ابني بيضايقني، ابني بيعمل لي، انا ربيته وشقيت عليه، اقول لها بصي هم حاجتين ما لهمش ثالث، كما تدين تدان. فشوفي انت عملتي ايه مع اهلك فبيترد، عقوق الوالدين في الدنيا. يا اما انت اديتي الحاجات اللي انت عايزه تديها مش اللي هو محتاجها. ليه البنت في مرحله معينه بتلجا للارتباط لو البنت في البيت شبعانه من حب؟ طيب معلش انا عايزه اسال، ايه الاعراض اللي الام ممكن تشوفها على بنتها وتقلق وتبتدي تقلق وتحس ان هي ام مش عامله دورها صح؟ صح كده. اما تبتدي البنت في الحلوه والوحشه مش عايزه تشارك مامتها في الحلوه والوحشه، منعزله منعزله تماما. اما تبتدي البنت متواضعه تيجي تكلمك ولا لا،
اما تبتدي البنت عايزه تفكر ازاي انا ما قابلكيش على اكله او في وجبه، او تبقى تعبانه ومش قادره تقول لمامتها انا تعبانه، او تبقى متضايقه وخايفه تقول لمامتها دي اصل هي بتقعد تكلم وتكلم وتكلم وهتفضحني، او تبقى نفسها تعمل حاجه تحققها فتلجا لاي حد الا مامتها، لان عارفه رد فعل مامتها عامل ازاي. وقت ما بنتك تبتدي تعمل كل حاجه حلوه ووحشه من وراكي وتتجنبك، دي علامات خطر كبيره جدا، علامات ان انت عندك قصور في العلاقه بينك وبينها، عادي حساباتك. بس غالبا بقى يا سيدي الامهات اللي من النوع دي بيبقى عندها تعالي وعندي جدا، تقول لك هي اللي طالعه اصل البيت اهلها لبيت باباها، هي اللي مش عارفه ايه انا بعمل لها وبعمل لها. لا، هي زرعتك، هي زرعتك. عشان كده بيجادلوا معايا يقولوا لي ايه انت ليه بترمي كل حاجه على الام؟ ايوه، ما هي الام هي اللي بتربي راجل، الام هي اللي بتربي بنت، الام هي دلوقتي اللي بتخرب بيت بناتها. يعني ما ينفعش الام تقول انت طالعه لابوكي مثلا او الكلام ده. ليه في الوحش مثلاً؟ ما تقولي في الحلو. اشمعنى قارنتي سيئتي بابويا في الوحش؟ ما عشان انت شايفاه وحش، ما تكون مشكله عندك انت مش عنده. صح؟ طب انا دلوقتي لما تكوني انت ام سويه نفسيا، طبيعي ولادك هتلجا لك اول حاجه، مش هتروح لبره. تعالي يا سيدي اديكي مثال، انت دلوقتي حد جعان جدا، اول ما هتنزلي اول اكله هتاكليها تشوفيها في وشك، حتى لو فيها تلوثه تاكليها طبعا كده في البيت. فالامهات لازم تفهم حاجه، لازم تعرف ان البنات دلوقتي بقت بتفهم، ما ينفعش تضحكي على بنتك دلوقتي ولا تنفعي تكلميها بعقل صغير، هم فاهمين كويس قوي جيل السوشيال ميديا. طيب ايه الحل بقى؟ احنا عايزين نعرف الحل. طيب بص يا سيري، انا دلوقتي عندي رساله للبنات ورساله للامهات، ودي يعني اللي بتمنى ان هي تبقى على طول موجوده في السوشيال ميديا، نوجه على طول رسائل البنات والولاد، البنات والامهات. الام اعملي اللي عليكي مع بناتك، حتى لو انت حاسه ان انت مظلومه ومقهوره في العيشه دي، اتقي ربنا في بناتك عشان دول هم حصيله حياتك، هم دول اللي قاعدين لك عشان بعد كده المستقبل ما تقوليش انا قاعده لوحدي ومحدش بيسال عليا. لقيتي في قصور توجهي للاماكن الصح تساعدك، مش لاخواتك ومش لاصحابك ومش لجيرانك، للعلم. توجهي للمتخصصين، اساليهم بنتي عندها 1 2 3 اعمل ايه؟ كل اللي حواليكي تجارب، تجارب مش هتبقى زي بتاعتك. تالت حاجة الدين، الدين الدين، شوف الدين بيقول لك ايه كأم تعمليه. لازم لازم ترجعي في التربية تانية، ان احنا تدهور المجتمع بسبب مفيش قدوة، مفيش أم قدوة دلوقتي. البنت بقى، رسالتي بقى للبنات اللي هما بحس بصراحة انهم بيصعبوا عليا جدا، لو ما كانش الكلمة دي سمعتها النهاردة يا سيري وأثرت فيا تأثير رهيب. ما أنا حاساكي جاية فعلا مشحونة من جوه. لو ما كانش ربنا عارف ان هيبقى في امهات سيئات، ما كانش وصانا بالام. يعني لو ربنا عارف ان كل امهات هتبقى حلوين، ما كانش وصانا بالام. فهقول لهم ولا تقل لهما اف ولا تنهرهما وقل لهما قولا كريما واخفض لهما جناح الذل من الرحمه وقل رب ارحمهما كما ربياني صغيرا. انت كبنت لو حاسه ان انت مظلومه، الجئي للبديل الحلال الصح، بابا، اخوكي، اختك، حد يكون اكبر منك يؤتمن داخل المدرسه. ما تقوليش لنفسك انا حظي في ماما وحش فانا هضطر ان انا ازعل من الدنيا واقفل الدنيا. لا، ربنا بيديك اختيارات، ولازم نعرف ان ابتلاءنا في اهالينا، الرسل ابتلوا في اهاليهم، فدي حاجه عاديه جدا، ولكن لازم تحترميها، لازم تحبيها، لازم تقدريها، عشان الام ام برضو. ولكن انت حطي تارجت قدامك، انا مش هبقى كده. طيب انا هبقى ام. ازاي تعرف تظبط من صفات والدتها بدون ما تجرحها او بدون ما تواجهها؟ بص يا سيدي، احنا مش هنظبط صفات الام على قد ما هنتاقلم ونتعايش معاها. ما هي لازم تبقى فاهمه الام ان في حاجه غلط. ازاي البنت تقدر تفهمها بدون ما خلينا نتكلم في الواقع. ما هي الام اصلا عندها مشكله، هي مش مقتنعه. الصح ان انا اخلي البنت تتاقلم مع الام. يعني انت لو شايفه مثلا مامتك عناديه وقاسيه القلب، انت خليكي لينه معاها، انت خليكي كويسه معاها. لو شفتي مامتك مره بتعمل حاجه غلط، ما تحاوليش تمسكها لها زله زي الامهات كده، تقول ايه انا هقول لباباكي وتبتدي تزل البنات على اساس ان هي تعمل حاجات اللي هي عايزاها. الام اللي تقول لك اعملي حاجه غلط تاذيكي، ما تعملهاش مهما كانت. اسالي ربنا، اسالي نفسك بترضي ربنا ولا لا. انا امي مضايقاني لازم اسمع كلامها وما اهنهاش وما اغلطش فيها، ده اساس التربيه. انا اتضايقت من حاجه فيها، اكلمها بالراحه باللين، الجا لحد هي بتحبه يوجه لها الرسالة. بس في الأول وفي الآخر لازم تعرفي إن أنت في يوم من الأيام هتكوني أم. فعشان في يوم من الأيام هتكوني أم، شوفي أنت تتمني بنتك تعمل معاكي إيه لو ماما لو أنت غلطتي، واعملي معاها كده. صح، يا الدنيا فعلا دوارة وال فدول كله بيلف فعلا. طبعا فدور الأم دور مهم جدا. وأتمنى برضو
ترجع تاني الام القدوه، ترجع الام تاني. البنت لما تيجي تقول لها انا مش طايقه جوزي ما تقولهاش تعالي يا حبيبتي انا ستتك جنبي. مفيش حاجة اسمها انفصال، مفيش حاجة اسمها سيبي بيت جوزك، في حاجة اسمها انت جوزك اقعدي معاه، لازم تقفي معاه، لو عنده أخطاء لازم تصلحيها، لأن انت خدتيه على المشكلة اللي معلش عنده. معلش بس في هنا يعني تعليق مهم، ما ينفعش برضو دايما الأم تفضل، طبعا أساسي إنها تحافظ على بيت طبعا بنتها ده أساسي، ولكن لو بنتها مأذية. لا أنا بتكلم في المشاكل البسيطة يا سامي. لا لا عشان لا نوضح بس النقطة دي. لا أنا بتكلم مثلا ما تجيش مثلا أصل هو ما خرجيش في الحتة الفلانية، لا الحاجات التافهة، لكن في حاجات الدين قالين عليها أساسية مش هنناقش فيها، لكن أنا بتكلم ترجع تاني الأم بالتقاليد والعادات اللي هي بتعود بنتها تعشش على بيتها عشان تحافظ على، عشان ما نبقاش دلوقتي في الجيل يا عيني اللي هو متربي بدون أسرة بدون عائلة، تشتت تشتت، ما بقوش عارفين هو أنا مع بابا ولا مع ماما. خلي بالك يا سيدي، أنت لما جيتي اتجوزتي أو إحنا كلنا اتجوزنا اخترتي جوزك بإرادتك، ولادك ما اختاروكيش، ما تحملهمش مسؤولية اختيارك. اقل واجب علينا قدام ربنا ان احنا نديهم التربيه الصحيحه، مش عيب ان احنا نيجي على نفسنا، مش عيب، احنا اخترنا وكنا سعداء وكنا مبسوطين ببعض، نحاول بقى على قد ما نقدر ما نبقيش انت ام متعصبه ومتضايقه من هو زعق لك فانت تمسكي البنت تقولها انت السبب، او امشي كده مش انت شبه باباكي، او ان انت سبب قرفتي وقعدتي، انا لو من غيركم كان زماني مشيت وسبت واتجوزت تاني. طب ما انت قعدتي، بتعملي ليه الصوره الذهنيه دي عندهم؟ البنت انا بشوف والله يا سالي اللي عنده بنت عنده رزق، مع اني ما جبتش بنات خلي بالك. سبحان الله، اصلا او فعلا خلفه البنات بيبقى رزقها ما شاء الله. كنت دايما بدعي ربنا ربنا سبحان الله يديني بنت، بس اداني ربنا يخليه يوسف، بس اداني بنات كتير زي بناتي وحبهم في قلبي بجد كبير. فاتمنى في الاخر رسالتي لكل ام، اتقوا ربنا في بناتكم، عشان بناتكم ممكن يكون عندهم امراض نفسيه مش هتحسوا بيها دلوقتي. اوعي تسيبي بنتك لوحدها، اوعي تسيبي بنتك بتبص لك بصه الحرمان منك في حضن في كلمه حلوه، فتتمنى تسمع الكلام ده من حد لا يستحق. عشان انت كأم هتحتاجيها بعد كده. بالظبط.